انا هدي نص دقيقه للدكتور خلف، نص دقيقه للدكتور جمال، ونص دقيقه للدكتور احمد، نص دقيقه نص دقيقه عشان احمد حجازي ياخد خمس دقائق. يعني هو لسه بس في عجاله، معلش والله انت عارفه احنا على وعي تماما، وكانت كان الوعد ده في 6 سبتمبر 1882 قبل ما تحدث معركه 13 سبتمبر. لكن التفصيلات كثيره، احنا 10 دقائق هنقول ايه ولا ايه؟ لكن انا بس الفت النظر ان في الشهاده اللي كتبتها اللي اعتمدت ان انا بصيت لحاجه ثانيه اهم بقى من كل ده، هي مساله كيف سينظر الاطفال والنشاء في المستقبل لتمجيد تمثال الخواجه وينسونا الهويه الوطنيه بتاعتنا. يعني الى متى ان نظل في حاله من الغيب عن الوعي، وان ننقل اطفالنا في المستقبل ان هذا هو صاحب الفضل على القناه، بينما صاحب الفضل الحقيقي ال 120 الف اللي ماتوا، العامل المصري جمال عبد الناصر اللي أمن. على فكره بنتشرف بتوسعات قناه واد، لو لم يتم تأميم قناه السويس ما امكن توسعات ولا امكن اي اشياء اخرى. شكرا جزيلا. نص دقيقه، نص دقيقه، نص دقيقه دكتور جمال، نص دقيقه. نعم، قضيه زي كده بروباجندا. طيب انا بس احنا شغالين كويس، انا شغال الحمد لله. اتفضل دكتور. احنا اكتر من كده، يعني احنا يعني عملنا كتاب وكلمنا في السوشيال ميديا، عملنا كل حاجه الحقيقه. نسمع لو سمحنا، نسمع احمد لو تغرد، معلش يا احمد، معلش يا اتفضل. المحاكمات اللي زي دي محاكمات احنا ما نقدر بالطلب، بس ما مش مضمون ان احنا نكسبها. احنا عايزين تعويض للدوله العثمانيه وعايزين تعويض لانجلترا، لكن انا بحب باشمهندس مجدي انه في مكانها كده مرحله النهب الاقتصادي الاستعماري لمصر، ودي لسبس من الافاقين اللي جم عريانين عندنا هنا في بناطيل جينز مقطعه ونهبوا اقتصاد مصر. الحاجه الثانيه المهمه قوي انا عايز اقولها، انا بحييك، ولما محمد شافعي قال يعني مش هنحط بقى، مش هنقول تمثال عبد الناصر عشان ما يقولوش ناصرين، نحطهم تمثال فلاح. لا، انا بقول تمثال عبد الناصر. ليه بقى؟ لانه لما درست الوثائق، وانا متخصص في تاريخ عبد الناصر، يعني الحركه السياسيه في مصر من 52 كل شغلي في تاريخ عبد الناصر، لما درست الوثائق الخاصه بتاريخ خلال السويس قعد ليالي يوضع الخطه، وما كانش قرار عشوائي، وكان عارف ان انجلترا وفرنسا هيضربونا، والغريب انه كان بيعتمد على الشعب المصري مش على اي حاجه حد تاني، رغم انه ما هضمش لسه صفقه الاسلحه التشيكيه، وزمايله قالوا له سلم نفسك، قال لهم هنحارب، وانتصر على فكره في 56 واخذنا القناه. شكرا جزيلا دكتور احمد. لو قبل ما دكتور احمد يقول هذا النصاب اللي اسمه ديليسيبس على احسن التصورات، هو مجرد مقاول حفر، يعني مقاول حفر فقط، يعني ده على احسن صراط، واصبح ملتي ملياردير هو وعيلته الى الان، يعني عيلته الى الان. على فكره دكتور مجدي، حكم التاريخ اشد قسوه من اي حكم تاني. اتفضل يا باشمهندس. يعني حكم التاريخ عشان الوقت والله. هقاطع احمد دقيقه لان احمد دفعتي، معلش مش هيزعل. هل نعلم ان فرنسا في 56 بجانب انها دمرت سارعت بضم الفؤاد الى قائمه المستعمرات الفرنسيه، وده اجراء غريب جدا. ايوه، يعني سنه 56 والحرب شغال، ايوه، اللي هي قعدت شهرين، سارعت فرنسا بضم بورفؤاد الى قائمه روسيا، يعني كانت عايزاها تبقى زي الجزائر. صحيح صحيح. بعد الندوه نتكلم. اتفضل يا استاذ دكتور احمد. هذا اولا سقوط حضراتكم معانا للنهايه دي، والله 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 يربح لك بجد، هذا شيء رائع. احنا بنحييكم على هذا الصدور، وان القاعه تفضل مليانه بهذا الشكل، ده يعني هذا الصالون ولد عملاق. اتفضل يا دكتور احمد. أول ملاحظة إن موضوع السيمس هو جرس خطر لتدريس مادة التاريخ في المدارس المصرية.
أنا عارف أن تكتب التاريخ في الكتب المدرسية وكتب جمال طبعاً يعرف، وهذه المسخرة ينبغي أن تتوقف أولاً. الأمر الثاني، موضوع التمثال هو موضوع متعلق بمصر وليس بمدينة بورسعيد بالقانون وبالفعل. يعني سيبك من الكلام اللي الأمر الثاني أن هناك المتحف القومي لبورسعيد، الناس اللي بتتباكى على تمثال دينيس سبسك نفس الموقع استولت عليه شركة بمعاونة من هيئة قناة السويس التي لا تمتلك مترا مربعا في مكانه، وبتواطؤ من محافظة بورسعيد المحافظة التي لا تمتلك سنتيمتر مربع من هذا المتحف، ومع ذلك يسقط الجميع ويبقى رومه دفاعا عن تمثال لم يكن موجودا اصلا في مكانه، بينما يسمحون للشركة ان تستولي بالمخالفة للقانون بلحق على أرض متحف بورسعيد الذي تشوه قطعه في مخزن عرضة للنهب والسلب 4500. شكرا جزيلا دكتور أحمد. آخر حاجة عايز أقولها دكتور أحمد حجازي، اطلع ولا تفضل. كمان أنا عاوز ندوة في بورسعيد في عرق النهر. يا دكتور أحمد، نحن لا نتأخر أبدا، نحن جاهزين نروح مش بورسعيد بس، نروح يعني ابعد ما هو نروح فرنسا ونديهم 100 صرمه ونقول لهم ان ريسيبس خاين وحقيقي.